الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في المثنى وضمن جهودها لإيصال مفردات السلة الغذائية لمستحقيها ضمن الجداول المحددة، أكدت استمرارها بالتوزيع وتجاوزها 50%، وهي النسبة الخاصة بشريحة المشمولين بالرعاية الاجتماعية. المواد متكاملة وبنسبة 100%، ننتظر تواصل وحضور الوكلاء لغرض تجهيزهم بمفردات السلة الغذائية التي تشمل مادة حليب الكبار والشاي، إضافة إلى الزيت ومادتي الطحين الصفر والسكر. وكلاء الغذائية في محافظة المثنى أشادوا بخطوات وزارة التجارة الهادفة لتوفير المواد الغذائية الأساسية لسد احتياجات المشمولين، إشادة شملت نوعية المواد وانسيابية الاستلام والتوزيع. الشاي والحليب دخل ضمن مفردات، والطحين ضمن مفردات السلة المخصصة للرعاية الاجتماعية. يعني الحمد لله والشكر قللت من عبء الموجود على كاهل الطبقة الفقيرة هاي، الحمد لله والشكر، ووقفت الأسعار بالسوق عند حد معين. بالنسبة للاستلام، الاستلام جاي يمشي بصورة صحيحة وإقبال أكو من المواطنين وجاي يستفادون أزيد من اللازم. مفردات السلة الغذائية أسهمت إلى حد كبير في توفير احتياجات الأسر السماوية ذات الدخل المحدود، وحافظت على استقرار مستوى الأسعار في الأسواق المحلية، نتائج تشجع على دعم واستمرارية هذا البرنامج. للعراقية الإخبارية فرح الجبوري، المثنى.